تحسين القدرة الشرائية للعمال ودعمها. فإن القطاع يعد دراسة بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر، تتضمن تحقيقا حول مستويات الأجور في القطاع الاقتصادي، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة مستمرة في دعم الحوار الاجتماعي لا سيما من خلال تشجيع المنظمات ذات الطابع النقابي، حيث تخصص لهم سنويا أغلفة مالية على حساب الخزينة العامة. إن مشروع القانون المطروح أمامكم اليوم يؤسس لجهاز جديد يتمثل في منحة البطالة التي سيستفيد منها البطالون طالب الشغل لأول مرة، وذلك تنفيذا للقرار السيادي للسيد رئيس الجمهورية المتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 22 أوت 2021، وهو تدبير من شأنه أن يعزز مسار الدولة الاجتماعية ويضع لبنة جديدة تضاف إلى سياسة التشغيل الوطنية، كما يسمح هذا الإجراء بتوفير التغطية الاجتماعية والمرافقة والدعم لحفظ كرامة هذه الفئة من خلال التكفل بالحد الأدنى من احتياجاتها خلال مرحلة البحث عن منصب شغل.